طيب دلوقتي اخويا، الحياة هنا في امريكا يمكن ادت الفرصة للناس انها تفكر بالاستقلالية، يعني انا الذمة المالية بتاعتي انا مش مفروض اشاركها مع زوجي. البعض بيرى هذا الامر، وده بيؤدي لمشاكل أسرية كبيرة جدا وممكن احيانا توصل للانفصال. ايه رأي حضرتك؟ طيب برضو أنا دايما المقياس بتاعي هو الكتاب المقدس، ده اللي المفروض. ربما في الواقع في أمور غير كده موجودة، لكن الكتاب المقدس بيعلم إيه؟ لما ربنا خلق آدم وبعدين طلعت من جنبه حواء، بالمناسبة ده أول إجابة لعدم الاستقلالية، لأنه ربنا كان ممكن ببساطة يخلق حواء تانية من طين، صحيح. لكن ليكون الاتحاد قائم بين الاثنين دون أي انفصال لا ذهني ولا حتى في الطبيعة، دي ما أخذها من طبيعة آدم فأخذ من جنبه، وزي ما بيقول في التقليد اليهودي، وما أخذناه نحن كمسيحيين أخذ من جنب قلبه لا من راسه، عشان ما تقولش أنا من راسك كبيرة، ولا من رجلي عشان ما يحتقره، لا ما أخذ إلى جوار القلب من الضلع. الكتاب المقدس قال إيه؟ بعد ما آدم استفاق من سباته قال هذه الآن عظم من عظامي لحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. هنا نقطة، ده كلام آدم انتهى، بيجي ربنا يتكلم. لذلك علشان كده يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. بالمناسبة الآية دي اللي قالها الكلمة في العهد القديم هو نفس الكلمة في العهد الجديد قالها في متى 19، وأضاف عليها وقال الذي جمعه الله لا يفرقه الإنسان. فكلمة يلتصق، الالتصاق ده هو معناها لا توجد أي حواجز أو فواصل بين الزوج وزوجته. وجود فواصل ده أمر بيؤدي مع الوقت إلى كل واحد يحس ان هو عنده خصوصيه. ما فيش خصوصيه. خصوصيه ايه؟ كيف يكون هناك خصوصيه بين الرجل وزوجته، بين الزوجه وزوجها؟ ان خصوصيه دي حاجتي دي حاجتك، ده موضوعي ده موضوعك. لو ونس احنا وصلنا للجزئيه دي احنا في خطر بلا شك، احنا في خطر. ما فيش فواصل، لا يوجد فواصل في المطلق المفروض. ولما بنلغي الفواصل احنا ما بنلغي الاحترام ولا المحبة ولا الاهتمام، ده شيء مختلف تماما. احنا بنلغي الفواصل انه لكل طرف يكون له خصوصية الاخر لا يعرفها. فسؤال حضرتك عن المواضيع المالية، طب في النهاية ما انت عملت هنا او عملتي حاجة خاصة لي انا، الطرف الاخر ليس له بها دخل، يبقى حاجة بتاعتي ما عادش بتاعتك ولا بتاعتك. بعد ما أصبح الاثنين جسد واحد أصبح بتاعتنا. طيب إذا كان بتاعتنا ليه الفواصل؟ صحيح. إذن في هناك أشياء موجودة في الواقع، لكن لو حبينا نبني بيتنا وما فيش فرصة فاتت، الفرص لسه موجودة، الناس اللي بيسمعونا ما زالت الفرصة موجودة لتصحيح هذا الأمر، ناس ترجع وتصحح وتعيش الحياة المسيحية البسيطة. اللي حيحصل إيه؟ بركة الرب على البيت. صح. ليه؟ لأنه الناس عايزة تعيش وفق الكتاب المقدس، وفق كلمتك يا رب، أو وفق اللي أنت عملته من البداية. إحنا عايزين نعيش البركة دي. ما هو ربنا لما خلق آدم وحواء قال لهم وباركهم وقال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الأرض. صحيح. بركة ربنا دي هتيجي إزاي وإحنا في صراع مع بعضين؟ لأنه ده نوع من الصراع. وما فيش وجود لربنا. أنا آسف بتكلم كتير. لا بالعكس، أحيانا بتوصل للندية كمان. أو الندية طبعا. طبعا صحيح. صحيح.